السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة الفرقة التانية انتظام التحليل الكلي، أهلا بكم، أتمنى تكونوا في خير. إحنا وقفنا في المرة اللي فاتت عند النقطة الخاصة بتحليل أثر دخول قطاع العالم الخارجي في النشاط الاقتصادي، ووقفنا عند افتراض إن الصادرات متغير وليست ثابتة أو ليست قيمة تلقائية. وعرفنا من خلال الكلام ده او عرفنا من في الوضع ده ان احنا ممكن نصل الى سلسله من ردود الافعال نتيجه تغيرات ممكن تحصل في احدى الدولتين او نتيجه تغير ممكن يحصل في احد المتغيرات الاقتصاديه في دوله من الدول، ولتكن الدوله ايه، لان احنا افترضنا المره اللي فاتت ان احنا عندنا دولتين فقط، الدوله ايه والدوله بي. ومن خلال الكلام ده قدرنا نوصل الى معادلتين للصيغة أو الصيغة التوازنية للدخل التوازني في الدولتين، أخذت شكل معادلتين، والمعادلتين دول ما بيوصلناش أو كل معادلة منهم ما بتوصلناش إلى مستوى توازني للدخل، ولكن نستطيع أن نصل إلى المستوى التوازني للدخل بحل المعادلتين معا. يعني لازم نحل المعادلتين مع بعض، وده بيأكد لنا أن قيم التوازنية للمتغيرات الاقتصادية في حال وجود ردود الأفعال ما بين الدول وبعضها البعض تتحدد في ضوء بعضها البعض. يعني بمعنى ما ينفعش نقدر نحدد المتغيرات الاقتصادية في دولة بمنأى أو بعيدا عن القيم الخاصة بالمتغيرات الاقتصادية في الدولة التانية. يبقى لازم عشان نحدد القيم التوازنية في الدولة إيه، لازم نحدد معاها وفي نفس الوقت القيم التوازنية في الدولة بي. يعني بمعنى آخر أو بمعنى أكثر دقة، إن إحنا علشان نحدد القيم التوازنية في الدولة إيه بالنسبة للدخل القومي، يعني القيم التوازنية للدخل القومي في الدولة إيه، يبقى لازم نحدد معاها القيمة التوازنية للدخل القومي في الدولة بي. وعشان وبالتالي لابد إن إحنا نحل المعادلتين، المعادلة الصيغة التوازنية للدخل التوازني في الدولة إيه مع الصيغة التوازنية للدخل التوازني في الدولة بي، علشان نقدر نصل الى واي اي اللي هو الدخل التوازني في الدوله اي، واي بي الدخل التوازني في الدوله بي، زي ما توقفنا المره اللي فاتت وشفنا المعادلتين وشكلهم ايه، وهنبدا بيهم النهارده ونشوف ايه اللي ممكن ان احنا نوصل من خلال القيم التوازنيه ديت، سواء كنا هنحدد من خلالهم بعد ما نحددهم، طبعا بعد ما نحدد واي اي وبعد ما نحدد واي بي عايزين نحدد بعد كده المتغيرات الاقتصادية في الدولتين، وبناء على كده نقدر نتأكد إذا كان الدخلين التوازنين اللي احنا وصلنا لهم هما دخلين توازنين فعلا ولا لا، بالصيغة اللي احنا أو بالطريقة اللي أنا علمتها لكم قبل كده أو اللي أنا قلتها لكم قبل كده، اللي هي المفروض إن عند الدخل التوازني مجموع عناصر الحقن بتساوي مجموع عناصر الايه التسرب. هنشوف ده في الدولة A وهنشوف ده في الدولة B، ثم بعد كده نتأكد من حالة ميزان المدفوعات، هل ميزان المدفوعات في الدولة A وميزان المدفوعات في الدولة B في حالة توازن أم في حالة اختلال، وإذا كانوا في حالة اختلال ما نوع الاختلال، هل ميزان المدفوعات في الدولة A به عجز أم فائض وكذلك في الدولة B، وهنعرف إيه العلاقة ما بين حالة ميزان المدفوعات في الدولة A وحالة ميزان المدفوعات في الدولة B. ده اللي هنشوفه إن شاء الله في بداية هذه المحاضرة، وبعد كده نستكمل اللي احنا عايزين نقوله إن شاء الله. احنا وصلنا زي ما قلنا في اللقاء اللي فات للمعادلتين التوازنيتين اللي من خلال حلهما معا من خلال حل الاثنين او المعادلتين مع بعض بنقدر نوصل الى الدخل التوازني سواء في الدولة A او في الدولة B. وكان المعادلتين على النحو التالي: Y A يعني الدخل التوازني في الدولة A بيساوي شرطة كسر زي ما قلنا قبل كده CA، لا اسف AA، AA زائد IA زائد MO يعني ثابت الواردات بس في الدولة B ناقص ثابت الواردات المناظر بس في الدولة A، وهقفل القوس زائد MB يعني الميل الحدي للواردات في الدولة B YB الدخل التوازني في الدولة B على إيه تحت في المقام، واحد ناقص الميل الحدي للاستهلاك في الدولة A زائد الميل الحدي للواردات في الدولة ايه برضو. دي المعادلة رقم ايه؟ رقم واحد. بعد كده واي بي بيساوي برضو شرطة كسر نفس القصة، هنفتح قوس هنحط الثوابت داخل القوس، بس هنا بقى معظم الثوابت عندنا هتبقى ثوابت الدولة بي.
اللي هي هتبقى عبارة عن ثابت استهلاك الدولة بي زائد الاستثمار الثابت في الدولة A، لأن احنا بنفترض ثبات الاستثمار سواء في الدولة A أو في الدولة B، زائد بصوا اللي دي، ده عبارة عن ايه؟ ثابت الواردات بس في الدولة، بس في الدولة احنا بنتكلم على ايه؟ على الدولة B. يبقى هنا في الدولة A وهنا الاستثمار ده بتاع الدولة B، بتاع الدولة B. بنحاول نركز واحنا بنكتب الرموز بتاعتنا، وبعد كده ناقص ثابت الواردات في الدولة ايه؟ في الدولة بي، وبعدين هقفل القوس، زائد الميل الحادي للواردات في الدولة ايه؟ مضروب في الدخل التوازني للدولة ايه؟ على واحد ناقص الميل الحادي للاستهلاك في الدولة بي زائد الميل الحادي للواردات في الدولة بي. دي المعادلة رقم ايه؟ رقم 2. يبقى احنا كده وصلنا اهو للصيغتين، اهو هما دول الصيغتين بتاع الدخلين التوازنيين اللي انا ما اقدرش من خلال صيغه واحده اقدر احصل على دخل الدوله، الدخل التوازني في الدوله ايه، ولا اقدر احصل على الدخل التوازني في الدوله بي، ولكن لازم احل المعادلتين مع بعض. زي ما قلت لكم من شويه او في المقدمه، ان المتغيرات الاقتصاديه في الدولتين بتعتمد على بعض نتيجه ردود الافعال، وما دامت القيم الاقتصاديه او المتغيرات الاقتصاديه بتعتمد على بعضها، من اهم هذه المتغيرات مين؟ الدخل التوازني في الدولتين. يبقى اذا الدخل التوازني في الدولتين برضه علشان يتحدد لازم يعتمدوا على بعضهما البعض، بدليل ان انا لو لاحظت ودققت الملاحظه كده هبص الاقي ان الدخل التوازني في الدولة A هو دالة في الدخل التوازني للدولة B، والدخل التوازني في الدولة B هو دالة في الدخل التوازني للدولة A. يبقى ما اقدرش احل معادلة واحدة، او معادلة واحدة ما تقدرش او ما اقدرش من خلالها اصل الى الدخل التوازني بشكل مباشر، وانما هصل للدخل التوازني سواء في الدولة دي او الدولة دي بحل المعادلتين معا. طيب احنا كنا في المثال او الافتراض، المثال الافتراضي او اللي احنا مشغلين عليه من اول شغلنا، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان احنا عندنا، لو انا عندك البيانات بتاعت الدولة ايه، وادي بيانات الدولة بي، دالة الاستهلاك في الدولة ايه كانت بتساوي 100 زائد 9 من 10 واي، ودالة الواردات بتساوي 250 زائد 15 من 100 واي، ومديني الاستثمار ثابت وقيمته بتساوي 200. ده بالنسبة للدولة ايه. طيب بالنسبة للدولة بي، دالة الاستهلاك فيها كانت بتساوي 100 زائد الميل الحادي للاستهلاك 8 من 10 في الدخل بتاعها، وبعدين دالة الواردات كانت عبارة عن برضو 100 بس زائد الميل الحادي للواردات 3 من 10 والدخل بتاعها، والاستثمار برضو ثابت فيها وبيساوي 300. طيب انا عايز من خلال البيانات ديت اجيب الدخل التوازني. يبقى اول حاجة حساب الدخل التوازني. الدخل التوازني فين؟ في A وفي B. يعني عايز اجيب مين؟ يعني عايز اجيب Y A وعايز اجيب Y B. طيب اجيبهم ازاي؟ انا قلت المعادلتين اللي احنا لو حليناهم مع بعض، او الصيغتين بتوع المعادلتين التوازنيتين قدامي اهم. الصيغة الاولى اهي والصيغة التانية اهي. هنعوض عن البيانات اللي موجودة في الصيغتين، هنصل الى معادلتين، هنحل المعادلتين مع بعض، هنقدر نحصل على الدخل التوازني في الدولة A والدخل التوازني في الدولة B. طيب لو انا جيت عوضت عن المجاهيل اللي موجودة في المعادلة التوازنية الاولى الخاصة بالدولة A، يبقى دخل الدولة A، خدوا بالكم اهي قدامنا اهي، بتساوي شرطة الكسر اللي احنا قلنا عليها، وادي القوس AA. يعني AA يعني ايه؟ AA يعني ثابت استهلاك الدولة ايه. فين ثابت استهلاك الدولة ايه؟ اهو 100، يبقى دي 100. طيب زائد استثمار الدولة ايه؟ فين؟ 200. زائد مين هنا؟ ثابت واردات الدولة بي. فين الدولة بي؟ اهو دولة بي اهي، ثابت وارداتها اهو 100. كويس. وبعدين ناقص ثابت واردات الدولة ايه؟ ادي الدولة ايه ثابت وارداتها كام؟ 250. كويس. هنقفل القوس ونقول زي ما قلنا هنا، زائد
زائد كام؟ ام بي، يعني الجزء الثاني من دالة الواردات الخاصة بالدولة بي. فين الدولة بي؟ ادي الدولة بي، الجزء الثاني فيها في اهو، تمام. يبقى 3/10 واي بي، دي واي بي، ده ايه واي بي على ايه؟ على 1 - الميل حد الاستهلاك للدولة ايه اللي هو كام؟ 9/10 زائد الميل الحد للواردات في الدولة ايه اللي هو كام؟ 15%، تمام. لما نيجي نحسب الحسبة دي كلها على بعضها كده هنقدر نصل الى الشكل الاتي للمعادلة. واي ايه هتساوي كام؟ هتساوي 600، تمام، زائد 1/2 واي بي. يبقى دي المعادلة رقم 1. لاحظوا ان انا قلت لكم ان كل دخل في اي دولة من الدولتين هيعتمد في تحديده على دخل الدولة الايه؟ على دخل الدولة الاخرى. وبالتالي كل دخل لاي دولة من الدولتين هو دالة في دخل الدولة الاخرى. يعني زي ما احنا شايفين كده اهو، الواي اي دالة في مين؟ دالة في الواي بي، تمام. يبقى علشان اجيب الواي اي والواي بي دول مجهولين يبقى لازم معادلة كمان. ليه؟ علشان احل اجيب مجهولين يبقى لازم يكون عندي معادلتين، عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل. طيب اجيب المعادلة التانية منين؟ اجيب المعادلة التانية من الصيغة التوازنية لدخل الدولة بي اللي هي قدامي دي، تمام. زي ما هو قدامي هنا كده عايز اعوض عن المجاهيل دي، يبقى واي بي هتساوي شرطة الكسر برضو بتاعتنا اهيت، ونفتح قوس نحط الثوابت، ثابت استهلاك الدولة بي اللي هو كام؟ ادي الدولة بي دالة الاستهلاك بتاعتها هي ثابت الاستهلاك بتاعها 100، يبقى ادي 100. وبعدين زائد ايه؟ استثمار الدولة بي. فين استثمار الدولة بي؟ 300، يبقى ادي 300. وبعدين زائد مين؟ بصوا ثابت واردات الدولة ايه؟ ادي الدولة ايه والواردات بتاع الدولة ايه اهيت، ثابتها اهو اللي هو كام؟ 250 ناقص ثابت واردات الدولة بي. فين الدولة بي؟ الدولة بي اهي دالة الواردات اهي، ثابت الواردات بتاعها اهو، يبقى 100، تمام. ونقفل القوس ونقول زائد مين؟ زائد الجزء الثاني من دالة واردات الدولة ايه؟ ادي الدولة ايه الواردات بتاعتها، الجزء الثاني اهو، الجزء الثاني كله مش الميل الحد بس، لا الجزء الثاني كله، يبقى 15% واي ايه على 1 - 1 الميل الحدي للاستهلاك في الدولة بي. فين الدولة بي؟ اهي الميل الحدي للاستهلاك بتاعها 8/10، يبقى 8/10 زائد الميل الحدي لواردات الدولة بي اللي هو هنا كام؟ 3/10. لما نيجي نشغل القصة ديت ونحسب الحسبة دي هنجد ان الواي بي هتساوي 1100 زائد 3/10 واي اي، نفس القصة دي المعادلة رقم 2. عشان اجيب دخل توازني للدولة بي لازم يكون عندي الدخل التوازني بالدولة اي، يبقى انا عندي معادلتين في مجهولين. لو انا حليت المعادلتين 1 و2 مع بعض هقدر اوصل لقيمة الدخل التوازني للدولة اي وقيمة الدخل التوازني للدولة بي. ازاي؟ لو انا خدت الواي اي بتساوي ادي 600 زائد 1/2 واي بي، الواي بي بتساوي كام من المعادلة التانية؟ افتح قوس بقى كده، 1100 زائد 3/10 واي اي، تمام. يبقى لما اجي احسب الحسبة بتاعتي دي يبقى هطلع او هلاقي ادي 600 زائد 1/1 في 1100 هلاقيها بتساوي 1320، وبعدين زائد 1/2 في 3/10 واي ايه، يبقى 3/10 في 1/2 هلاقيها طلع عندي بكام؟ ب36/100 واي ايه، تمام. اخد الواي 36/100 واي ايه اوديهم مع الواي ايه الناحية التانية، يبقى واي ايه ناقص 36/100 واي ايه هتساوي لما اجي اجمع دول هنا اللي هم باقيين في الطرف الايمن 1920. لو خدت واي اي من هنا عامل مشترك يبقى واي اي افتح قوس 1 - 36/100 بتساوي 1920، 1 - 36/100
بتساوي 64 من 100، يبقى 64 من 100 واي اي بتساوي 1920، يبقى واي اي بتساوي 1920 على 64 من 100. تمام، اجد الدخل التوازني للدولة ايه طالع كام؟ طالع 3000. تمام، تاني اهوت علشان تكون اوضح في الصفحة اللي بعدها. احنا وصلنا لايه؟ لان واي اي عامل مشترك 1 ناقص 36 من 100 بتساوي 1920، 1 ناقص 36 من 100 يعني 64 من 100 واي اي بتساوي 1920، يبقى واي اي بتساوي 1920 على 64 من 100 تطلع كام؟ احسبوها كده، 1920 على 64 من 100 تطلع 3000. تمام، لو انا خدت بقى ال 3000 دي وعوضت بيها في المعادله 2 اللي هي معادله التوازن فيها الدوله بي، اللي هي بتقول واي بي بتساوي 1100 زائد 3 من 10 واي اي، الواي احنا مطلعينها ب 3000، يبقى الدخل التوازني للدوله بي بيساوي 1100 زائد 3 من 10 في 3000. لما نحسب الحسبة دي نجد ان الدخل التوازني في الدولة بي طالع ايه؟ 2000. يبقى احنا كده قدرنا نحسب الدخل التوازني للدولة ايه والدخل التوازني للدولة بي، ولكن ما كانش ممكن زي ما قلنا نحسب كل واحد منهم باستقلال عن الاخر، ولكن احنا بنحل المعادلتين مع بعض نتيجة ان المتغيرات الاقتصادية في الدولتين في حال وجود ردود الافعال بكرر تاني بتعتمد على بعضها البعض. طيب انا جبت كده الدخل الايه التوازني في الدولتين، ماذا عن قيم المتغيرات الاقتصادية في الدولتين عند الدخول التوازنية للدولتين؟ يعني ايه المتغيرات الاقتصادية؟ ايه المتغيرات الاقتصادية اللي عندي لأي دولة؟ المتغيرات الاقتصادية اللي موجودة ولازم نعرف الكلام ده كويس اللي انا ممكن احسبها اللي هي الاستهلاك، سي الادخار، اس الاستثمار، اي الصادرات، اكس الواردات، ام. طب دي المتغيرات الاقتصاديه اللي انا عايز احسبها، ليه عايز احسبها؟ لان دي هتديني دلالات معينه دلوقتي هنشوفها مع بعض. طيب تعالوا كده نقسم الصفحه اللي قدامنا دي جزئين اهم، الجزء ده هنخصصه للدوله ايه والجزء ده هنخصصه للدوله بي. طيب اول حاجه بقى عندي الدخل التوازني هنا كام بتاع الدولة ايه بيساوي كام؟ احنا طلعنا كام؟ 3000. تمام، يبقى ده الدخل التوازني، وهنا واي بي بيساوي طلعنا كام؟ طلعنا 2000. طيب سي، سي اللي هو مين؟ الاستهلاك. فين في الدولة ايه؟ المعادلة الاستهلاك في الدولة ايه مدهالي في المعطيات كانت بتساوي 100 زائد 9 من 10 واي ايه. واي احنا جبناه، يبقى الكلام ده بيساوي 100 زائد 9 من 10 واي اي 3000، يطلع الاستهلاك في الحالة دي 2800. الاستهلاك 2800. طب كويس، طيب تعالوا نحسب الاستهلاك في الدولة بي. ادي سي في الدولة بي بكام؟ بكام؟ الدالة بتاعته كانت 100 زائد 8 من 10 واي بي، يبقى 100 زائد 8 من 10 في الدخل التوازني في الدولة بي 2000، يطلع عندي الاستهلاك في هذه الحالة كام؟ 1700. طيب كويس، الادخار في الدولة بي، الادخار في الدولة بي هيساوي، الادخار دائما عبارة عن الدخل المتاح ناقص الاستهلاك، يبقى الكلام ده بيساوي الدخل المتاح هنا كام؟ 3000، والاستهلاك كام؟ لسه مطلعينه 2800. يطلع الادخار في الدولة ايه؟ 200. طيب اذا كان الادخار 200 في الدولة ايه؟ طب الادخار في الدولة بي، في الدولة بي بيساوي ايه؟ قال لي نفس القصة، بيساوي دخل الدولة بي ناقص استهلاك الدولة بي، يبقى الكلام ده بيساوي ده ايه وده بي، بيساوي كام؟ عندي دخل ده 2000 اهوت
ناقص الاستهلاك 1000 وايه 1700 هيساوي كام؟ هيساوي 300 اهو بيساوي 300. طيب الاستثمار هنا كام في الدولة ايه؟ هو مدهولي في المعطيات 200 والاستثمار هنا مدهولي في المعطيات 300 تمام؟ طيب نشوف اللي جاية دي بقى. الصادرات في الدولة ايه؟ الصادرات في الدولة ايه؟ احنا قلنا ان في ظل ردود الافعال صادرات الدولة ايه؟ هي نفسها واردات الدولة بي. طيب واردات الدولة بي كانت فين؟ فين واردات الدولة بي؟ من المعطيات. واردات الدولة بي لو نفتكر من المعطيات كانت بتساوي 100 زائد 3 من 10 واي بي. كويس؟ يبقى الكلام ده بيساوي ادي المية اهي زائد 3 من 10 في واي بي بكام؟ اللي هو داخل الدولة بي ب2000. ادي ال2000 يبقى الصادرات بتاعت الدولة إيه اللي هي نفسها واردات الدولة بي بتساوي نحسبها اللي هي ب700. طيب نيجي لواردات الدولة ايه؟ واردات الدولة ايه؟ من المعطيات بتاعتنا واردات الدولة ايه كانت 250 زائد 15 من 100 واي ايه، يعني هتساوي 250 زائد 15 من 100 الدخل التوازني للدولة ايه اللي هو 3000. يبقى 3000 هتلاقيها بتساوي برضو كام؟ 700. كويس جدا. طيب نيجي هنا للصادرات بتاعت الدولة بي. صادرات الدولة بي هي نفسها واردات الدولة ايه. طيب ما احنا حسبنا واردات الدولة ايه بكام؟ ب700. يبقى صادرات الدولة بي ب700. واردات الدولة بي اللي هي نفسها صادرات الدولة ايه في ظل ردود الافعال زي ما اتفقنا. طب ما احنا حاسبين صادرات الدولة بي كانت برضو بكام؟ ب700. تمام؟ يبقى احنا كده جبنا المتغيرات الاقتصادية الكلية اللي احنا عايزينها في ظل الدخلين التوازنيين للدولة ايه 3000 والدولة بي كام؟ 2000. طيب هو انا بعمل الكلام ده ليه؟ قال لي بعمل الكلام ده لحاجتين مهمين جدا انا هعملهم دلوقتي. في حاجتين مهمين جدا هعملهم دلوقتي. الحاجة الاولى، هل الدخلين المتحصل عليهما اللي هو واي ايه بيساوي 3000 واي بي بيساوي 2000، الدخلين دول توازنيين ولا لا؟ هل الدخلين دول توازنيين ولا لا؟ علشان اعرف اذا كانوا توازنيين ولا لا يبقى لازم اشوف عناصر الحقن وعناصر الايه التصرف. احنا اتفقنا قبل كده ان عناصر الحقن وعناصر التصرف في هذه الحالة، اي في ظل اقتصاد مفتوح ثلاثي القطاعات، او في ظل اقتصاد ثلاثي القطاعات يتكون من القطاع العائلي وقطاع الاعمال وقطاع العالم الخارجي، عناصر الحقن او مجموعة عناصر الحقن اي زائد اكس، ومجموعة عناصر التصرف اس زائد ام. اي الاستثمار زائد الصادرات عناصر الحقن، اس الادخار زائد الواردات عناصر الايه التصرف. تعال نشوفهم في الدولتين مقاديرهم ايه. تعال نشوف، ها الحقن في الدولة ايه، وادي الدولة بي. اكس بكام؟ اي بكام في الدولة ايه؟ اي ايه بيساوي 200. طيب واكس بيساوي 700. كويس، يبقى مجموعهم كام؟ مجموع عناصر الحقن بيساوي 900. طيب التصرف، التصرف احنا جبنا الكلام ده منين؟ جبنا القيم دي منين؟ القيم دي معطاه. طب التصرف، التصرف بقى ما كانتش معطاه لكن احنا حسبناها. حسبناها ازاي؟ التصرف عباره عن ايه؟ ادي الادخار، الادخار بتاع الدوله ايه، ادخار الدوله ايه. معلش اعذرونا، حكايه الدوله ايه والدوله بي الرموز ممكن شويه لازم نكون مركزين فيها. طيب اس ايه حسبناه بكام؟ لو نفتكر اهو نجيب الجدول تاني او الصفحه اللي احنا حسبنا فيها المتغيرات كام؟ اس 200. طيب وكام ام حسبناها برضو؟ ام ايه حسبناها برضو بكام؟ فين ام؟ ادي ام اهي بيساوي برضو 700. طيب يبقى مجموعهم كام؟ برضو كام؟ 900. يبقى زي ما احنا ملاحظين كده، بصوا عناصر الحقن 900، عناصر التصرف 900. يبقى عناصر الحقن بتساوي عناصر التصرف في الدولة ايه عند الدخل التوازني 3000، يبقى الدخل 3000 ده دخل توازني بالفعل. طب تعالوا نشوف في الدولة بي، الدولة بي كان الاستثمار فيها كام؟
الاستثمار مدهولي في المعطيات 300، والصادرات في احنا حسبناها، الصادرات احنا حسبناها حسبناها كام؟ الصادرات في الدولة ب تمام اهي كام؟ 700. طيب يبقى المجموع كام؟ يبقى المجموع 1000. تمام. ولازم ناخد بالنا برضه، علشان انا قلت ان دي معطى الصادرات في الدولة، ايه معطى؟ لا، الصادرات بيتم حسابها، الصادرات يتم ايه حسابها. ليه؟ لانها ما هياش ثابته، ما هياش معطى. تمام. يبقى دي 1000. طيب تعالوا نشوف دي الايه، الحقن. طيب تعالوا نشوف التصرف بقى كده. التصرف اس بي بيساوي، حسبنا اس بي ولا ما حسبناهوش؟ حسبنا اس بي في الدوله بي ب 300. يبقى دي كام؟ 300. كويس. طيب حسبنا الواردات في الدوله بي ولا ما حسبناش؟ حسبنا الواردات في الدوله بي اهي بكام برضو؟ ب 700. يبقى هذه كام؟ 700. يبقى مجموع عناصر التصرف 1000. يبقى مجموع عناصر التصرف 1000، ومجموع عناصر الحقن 1000. يبقى عناصر، مجموع عناصر الحقن بتساوي مجموع عناصر الايه؟ التصرف في الدوله بي عند الدخل 2000. يبقى الدخل التوازني اللي هو 2000، او الدخل اللي هو 2000 اللي احنا حسبناه في الدوله بي باعتباره دخل توازني، هو دخل توازني بالايه؟ بالفعل. كويس جدا. طيب الحاجه المهمه الثانيه اللي انا عايز برضو قصدت ان انا اوصل لها من خلال حسابي لكل المتغيرات الاقتصاديه في الدولتين، هي حاله ميزان المدفوعات. حاله ميزان المدفوعات، حاله ميزان المدفوعات بصفه عامه اللي احنا كنا قلنا قبل كده ان احنا هنرمز له بالرمز بي بي، بيساوي الصادرات الدوله ناقص واردات الدوله. طيب تعالوا بقى نشوف في الدوله ايه، وادي الدوله بي. طيب في الدوله ايه؟ اكس ناقص ام، اكس اي ناقص ام اي. احنا كنا اكس اي عندنا بكام؟ ب 700، وام اي عندنا بكام برضو؟ ب 700. يبقى النتيجه ايه؟ صفر. طيب ما معنى النتيجه صفر؟ ما معنى ان حاله ميزان المدفوعات بتساوي صفر؟ يعني الميزان في حاله توازن، يعني صادراتنا تساوي وارداتنا، يعني الصادرات بتغطي الواردات لا تزيد عنها ولا تقل، الصادرات بتغطي الايه؟ الواردات. التدفقات النقديه الداخله بتساوي التدفقات النقديه الايه؟ الخارجه. طب تعالوا نشوف الدوله بي الحاله فيها عامله ازاي. اكس بي ناقص ام بي برضو هتساوي، هتلاقي 700 ناقص 700 هتساوي برضو ايه؟ صفر. يبقى برضو نفس القصه، ايه؟ توازن. طيب إيه هل في علاقة ما بين وجود التوازن هنا ووجود التوازن هنا، أو وجود الخلل هنا أو وجود الخلل هنا؟ بالفعل احنا عندنا ردود أفعال، يعني كل دولة بتعتمد في متغيراتها على متغيرات الدولة الإيه؟ الدولة الأخرى، وبناءً عليه. قاعدة عامة بقى، في حالة ردود الأفعال إذا تحقق توازن في إحدى الدول في ميزان المدفوعات، لابد وأن يتحقق توازن في الدولة الأخرى، بافتراض إن احنا، او على افتراض ان احنا مفترضين، او على افتراض ان العالم زي ما احنا مفترضين موجود في دولتين بس، الدولة A والدولة B. يبقى اذا كان ميزان المدفوعات في الدولة A في حالة توازن، يبقى ميزان المدفوعات في الدولة B لازم وحتما يكون في حالة ايه؟ توازن. طيب ماذا لو لم يكن ميزان احدى الدولتين في حالة توازن؟ يعني ايه في حالة عدم وجود التوازن؟ معناه ايه؟ عدم وجود التوازن في الميزان، يعني الميزان في ايه؟ خلل. والخلل ده حاجة من اتنين، يا اما عجز او فائض. طيب امتى يكون عجز؟ اذا كانت الصادرات اقل من الواردات. وامتى يكون فائض؟ اذا كانت الصادرات اكبر من الواردات. عجز معناها ان الصادرات ما بتغطيش الواردات، يعني التدفقات النقديه الداخله اقل من التدفقات النقديه الخارجه. والعكس تماما في حاله وجود الفائض، التدفقات النقديه الداخله اكبر من التدفقات النقديه الايه؟ الخارجه، يعني الصادرات بتغطي الواردات وتزيد. كويس. طيب لو انا جيت قلت لك في الدوله ايه عجز، ده معنى ايه؟ قال لي لازم تعرف ان ما دمت انا مفترض وجود ردود افعال، وجود دولتين فقط، ما بين دولتين فقط اللي العالم مفترضا او افتراضا بيتكون منهم، وجود عجز في احدى الدول بقيمة معينة، ولتكن الدولة ايه بها عجز مثلا مقداره 100، تمام، لابد
وأن يقابل ذلك فائضا بذات القيمة في الدولة بي. في الدولة بي. طيب نسبة الكلام ده ازاي؟ نسبة الكلام ده حالة ميزان المدفوعات في الدولة بي بتساوي ايه؟ حالة ميزان المدفوعات في الدولة بي بتساوي في الدولة ايه؟ بتساوي اكس ايه ناقص ام ايه. طيب حالة ميزان المدفوعات في الدولة بي بتساوي ايه؟ بتساوي اكس بي ناقص ام ام بي. كويس خالص. طيب لو انا قلت ايه؟ لو انا قلت ان صادرات ايه بتساوي 1000 واردات ايه بتساوي 900، يبقى صادرات ايه اللي هي 1000 هي نفسها واردات بي، واردات ايه اللي هي 900 هي نفسها صادرات بي. كويس. طب تعالوا نجيب بقى حالة ميزان المدفوعات في الدولة ايه. يبقى بي في الدولة ايه هيساوي صادراتها ناقص وارداتها. يبقى إيه الكلام ده بيساوي ايه؟ ها الكلام ده بيساوي صادراتها كام؟ 1000 ناقص وارداتها كام؟ 900. يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ موجب 100. موجب 100 يعني ايه؟ يعني الدولة ايه عندها فائض قدره 100. طيب تعالوا نجيب حالة ميزان المدفوعات في الدولة بي هيساوي ايه؟ صادرات بي ناقص واردات بي. كويس. طيب صادرات بي فين صادرات بي؟ ادي صادرات بي بتساوي ايه؟ بتساوي 900 ناقص واردات بي، ادي واردات بي بتساوي كام؟ 1000. هل بتساوي سالب ايه؟ سالب 100. يعني الدولة بي محققة عجز مقداره ايه؟ 100. تمام. بصوا هنا العجز مقداره 100، هنا الفائض مقداره ايه؟ 100 زي ما حضراتكم شايفين. يبقى وجود عجز في دولة لازم يقابله في حالة افتراضاتنا ديت وجود فائض في الدولة الايه؟ في الدولة الاخرى. يبقى خلاص كده احنا افترضنا او احنا توصلنا الى نتيجة مهمة جدا، ان في ظل وجود ردود افعال ما بين عالم مكون من دولتين فقط، فان وجود توازن في ميزان المدفوعات في احدى الدول لازم يقابله توازن في ميزان المدفوعات في الدولة الاخرى، وكذلك وجود خلل في ميزان مدفوعات احدى الدول احدى الدولتين يقابله خلل عكسي في ميزان مدفوعات الدولة الاخرى. بمعنى وجود عجز في ميزان مدفوعات احدى الدول لتكن الدولة ايه يقابله وجود فائض في الدولة الاخرى بنفس المقدار. تمام. زي ما احنا شفنا كده. طيب ده كان بالنسبة لنا او كان بالنسبة لي نقطة مهمة جدا عايزك تفهمها كويس، ازاي اقدر اجيب الدخل التوازني في الدولتين في ظل وجود ردود الافعال من خلال حل معادلتي التوازن او صيغتي التوازن في الدولتين، ثم بعد كده ازاي اقدر احصل على المتغيرات الاقتصادية الكلية في كل دولة من الدول. ده علشان اقدر اجيب منها او اقدر اتاكد من خلال هذه المتغيرات الاقتصاديه هل الدخول او هل الدخلين اللي انا حصلت عليهم دول دخلين توازنيين ولا لا، وذلك بمقابله عناصر الحقن مجموع عناصر الحقن بمجموع عناصر التسرب، ثم بعد كده اتاكد من ان او من القاعده اللي انا توصلت لها في الاخر ان نتيجه وجود ردود الافعال فهناك علاقه ما بين حاله ميزان المدفوعات في كل دوله في دوله من الدولتين او في الدوله ايه بحالة ميزان المدفوعات في الدولة بي، ثم بعد كده ازاي الحالة دي او ازاي الكلام ده. الكلام ده كان من خلال ان احنا اثبتنا ان وجود التوازن هنا معناه حتما وجود التوازن في الدولة الاخرى، ووجود الخلل هنا بالعجز معناه وجود الخلل هناك بالفائض وبنفس القيمة في الدولة الايه في الدولة الاخرى. طيب دلوقتي بعد ما شفنا الكلام ده، لو انا افترضت ان الدولة ايه حدث بها، لو فرضنا ان الدولة A حدث تغير في استثمارها الثابت. يعني ايه مثلا؟ يعني ايه؟ يعني الاستثمار في الدولة A كان 200، لو افترضنا ان حصل تغير فيه بالزيادة بمقدار 400، يعني اصبح كام؟ يعني أصبح الاستثمار الجديد بيساوي 600. يا ترى ده تأثيره إيه؟ تأثير التغير ده في الاستثمار إيه على الدخلين التوازنيين في الدولة A والدولة B؟
ما تأثير ذلك على الدخل التوازني والمتغيرات الاقتصادية وحالة ميزان المدفوعات في الدولتين A و B؟ ده تأثيره ايه؟ بمجرد ما اقول ان الاستثمار اتغير واسألك او اتساءل عن تأثيره ايه على الدخل التوازني، على طول فكري بيروح لمضاعف الاستثمار. مضاعف ليه؟ الاستثمار. طيب مضاعف الاستثمار عايزين نوصل للصيغة بتاعته في الدولة ايه، وعايز اوصل للصيغة بتاعته برضو في الدولة ايه، في الدولة بي. طيب هناخد بالنا بقى من السلسلة اللي انا هعملها دلوقتي ديت، علشان من السلسلة دي هنقدر نعرف ازاي بنوصل الى الصيغة الخاصة بمضاعف الاستثمار او مضاعف الانفاق في الدولتين. لو انا قلت لك ان الاستثمار بتاع الدولة ايه اتغير بالزيادة، يبقى حدث تغير بالزيادة في استثمار الدولة ايه، ده بيؤدي ليه؟ قال لي ده بيؤدي من خلال المضاعف الى ايه بقى يا سيدي؟ الى تغير في داخل الدولة ايه. كويس. طيب داخل الدولة ايه لما بيتغير بيؤدي الى تغير في استهلاك الدولة ايه، تمام، وبيؤدي في نفس الوقت الى تغير في واردات الدولة ايه. طيب التغير في واردات الدولة ايه اللي هي نفسها هيبقى التغير اللي هي بتساوي او بتطابق التغير في صادرات الدولة بي. طيب صادرات الدولة بي لما تتغير، صادرات الدولة بي لما تتغير، تمام، من خلال المضاعف في الدولة بي هتغير داخل الدولة بي. داخل الدولة بي لما يتغير هيؤدي الى تغير استهلاك الدولة بي، وكمان تغير في واردات الدولة بي. طيب واردات الدولة بي التغير فيها هو نفسه بالتعريف زي ما احنا قلنا تغير صادرات الدولة ايه، تمام، تغير صادرات الدولة ايه. طيب لو انا رحت جاي السلسلة دي اقسمها كده، تمام، السلسلة دي هقسمها كده اهي، جزء فوق وجزء تحت. طب تعالوا نشوف كده من السلسلة ديت لو انا عملت معادلة، عملت معادلة، يبقى المعادلة دي عاملة ازاي؟ ناخد ايه المتغير التابع في المعادلة، التغير في داخل الدولة ايه بيساوي التغير في استهلاك الدولة ايه زائد التغير في استثمار الدولة ايه زائد التغير في صادرات الدولة ايه، تمام، لكن الواردات بتاع الدولة نفسها بتحط بالناقص، يبقى التغير في واردات الدولة، تمام. طيب ناخد الجزء اللي تحتاني كده من السلسلة التحتاني ده، المتغير التابع في مين؟ دلتا واي بي، التغير في داخل الدولة بي. طيب التغير ده هيبقى عبارة عن ايه؟ التغير ده حصل ليه؟ نتيجة تغير صادراتها. طيب تغير في صادراتها، التغير ده هيبقى عبارة عن ايه بقى؟ تغير او هيحدث تغير في استهلاك الدولة بي، تمام، وهو جاي من تغير اصلا في صادرات الدولة بي من خلال مضاعف الانفاق فيها، تمام. وبعدين ناقص ايه هنا؟ ناقص الواردات بتاع الدولة بتتحط بإشارة سالبة لان تأثيرها على الدخل بيبقى سلبي زي ما احنا عارفين، يبقى ده التغير في واردات الدولة بي، تمام. يبقى انا عندي معادلتين اهو، المعادلتين دول ممكن اكتبهم او اعدلهم شوية. اعدلهم شوية ازاي؟ بصوا معي المعادلة الاولى اهي، ادي التغير في داخل الدولة ايه بيساوي التغير في استهلاك الدولة ايه زائد التغير اللي احدث كل القصة دي اللي هو التغير في استثمار الدولة ايه زائد صادرات الدولة ايه هي نفسها واردات الدولة بي، يبقى التغير في واردات الدولة بي ناقص التغير في واردات الدولة ايه. هنعتبر المعادلة دي المعادلة رقم 3. ليه المعادلة رقم 3 مش 1؟ لان المعادلة 1 مش عايزين نخلط ما بين المعادلتين، المعادلة 1 كانت الصيغة التوازنية لتحديد الدخل التوازني في الدولة ايه، خليها دايما 1. طيب هنا برضو نيجي على الصيغة التانية دي اللي هي التغير اللي حصل في دخل الدولة بي
بيساوي ادي التغير في استهلاكها، استهلاك الدولة بي زائد التغير اللي حصل في صادراتها، واللي سبب التغير في الدخل، اللي سبب التغير في الدخل. التغير في صادرات الدولة بي هو نفسه التغير في واردات الدولة اي زائد التغير ناقص، اسف اهي ناقص اهي اهي التغير في واردات الدولة بي. دي المعادلة رقمية 4. تمام. لو انا عوضت عن قيم دلتا سي، دلتا اي، دلتا ام، دلتا ام اي، دلتا ام بي، هنا برضو دلتا سي، دلتا ام اي، دلتا ام بي، هنقدر نصل الى ايه بقى؟ هنقدر نصل الى مضاعف الاستثمار في الدولة ايه في ظل وجود ردود افعال هيساوي شرطة كسر كبيرة كده. طبعا انا مش عايز اشغل دماغك بالتعويضات والقصة دي لغاية ما اوصل، لا انا هطلبك على طول. انت جبنا من المعادلتين دول او بحل المعادلتين دول مع بعض هنقدر نصل الى مضاعف الاستثمار في الدولة ايه لو هيساوي 1 ناقص الميل الحادي للاستهلاك في الدولة ايه زائد الميل الحادي للواردات في الدولة ايه ناقص شرطة كسر تحت تاني الميل الحادي للاستيراد في الدولة ايه مضروب في الميل الحادي للاستيراد في الدولة بي على 1 ناقص الميل الحادي للاستهلاك في الدولة بي زائد الميل الحادي للاستيراد في الدولة بي. دي اسمها صيغة مضاعف الاستثمار في حالة وجود ردود الأفعال في الدولة اللي حصل فيها التغير في الاستثمار وهي الدولة اي. طيب ايه اللي حصل في الدولة بي هيغير الدخل بتاعها؟ الدولة بي تغير الدخل بتاعها ازاي؟ تغير الدخل بتاعها من خلال التغير اللي حصل في واردات الدولة A اللي هو نفسه تغير في صادرات الدولة B. التغير في صادرات الدولة B هيؤثر على الدخل التوازني في الدولة B من خلال مضاعف الصادرات اللي هو نفسه مضاعف في الاستثمار فيها في الدولة B اللي هو عامل ازاي بقى؟ دلتا Y B دلتا X B اللي هو نفسه، خدوا بالكم، اللي هو نفسه مضاعف الاستثمار فيها دلتا Y P دلتا اي بي. ده لو كان فيها لو حدث تغير فيها في الاستثمار، يبقى الكلام ده بيساوي 1 على 1 ناقص بي بي زائد ام بي. دول الصيغتين صيغتي المضاعف في حاله الايه في حاله حدوث تغير في استثمار احدى الدول ولتكن الدوله ايه الدوله اللي حصل فيها التغير في الاستثمار الدوله ايه ده المضاعف بتاع الاستثمار بتاعها. الدوله دي ادت او هذا التغير اللي حصل في الاستثمار ادى الى تغير في دخل الدوله دي، ثم هذا التغير في دخل الدوله دي اللي هو الدوله ايه الدوله ايه ادى الى تغير في وارداتها اللي هو تغير في صادرات الدوله بي. هذا التغير في صادرات الدوله بي هيأثر على دخل الدوله بي من خلال الايه المضاعف بتاع الصادرات بتاعها. طيب عايزين نشوف وفقا للمثال اللي احنا افترضنا، احنا افترضنا ايه؟ افترضنا انه حصل في الدوله ايه في الدوله ايه حدث ايه حدث تغير في الاستثمار فيها، هذا التغير قدره كام؟ 400. تمام. هذا التغير في الاستثمار اللي قدره 400 هيعمل ايه في دخلها؟ هيغير في دخلها، هيغير في دخلها. نعرف التغير اللي حصل في الدخل ازاي؟ من خلال مضاعف الايه الاستثمار فيها دلتا واي اي على دلتا اي اي بيساوي 1 على 1 ناقص بي اي زائد ام اي ناقص شرط الكسر ام اي ام بي على 1 ناقص بي بي زائد ام بي. طيب القيم بتاعت الكلام ده في التمرين اللي معانا كانت كام؟ بي اي لو رجعنا لبيانات التمرين هنلاقيها بتساوي 9 من 10. طيب ام اي هنلاقيها بتساوي 15 من 100. طيب بي بي هنلاقيها بتساوي 8 من 10. ام بي هنلاقيها بتساوي 3 من 10. نعوض بالكلام ده هنا، يبقى دلتا واي اي على دلتا اي اي بكام؟ اهو بكام؟ ب 400. يبقى الكلام ده هيساوي، نبدأ نعوض بالكلام ده هنا كده، يبقى اللي بيساوي 1 على 1 ناقص 9 من 10 زائد 15 من 100 ناقص شرطة كسر 15 من 100 في 3 من 10 على 1 ناقص 8 من 10 زائد 3 من 10 اللي بيساوي 6.25 من 100. 6.25 من 100. يبقى الكلام ده معناه
ان التغير في داخل الدولة ايه على 400 بيساوي 6.25%. الكلام ده معناه يؤدي الى ان التغير في داخل الدولة ايه هيساوي 2500. طيب يعني معنى الكلام ده ان الزيادة اللي حدثت في الاستثمار بما مقداره 400 ادت الى زيادة في داخل الدولة ايه بما مقداره كام؟ بما مقداره 2500. طيب هو الدخل اصلا في الدولة ايه كان كام في الاساس؟ كان 3000، وزاد بكام؟ وزاد ب 2500. يبقى الدخل اصبح كام في الدولة ايه؟ اصبح 5500. اصبح 5000 وايه و500. كويس جدا. طب فين بقى دخل الدولة بيه؟ دخل الدولة بيه هيعتمد على التغير في الاستثمار في الصادرات اللي حصل في الدولة بيه. طب التغير في الصادرات اللي حصل في الدولة بيه جاي منين؟ مصدره ايه؟ مصدره التغير في واردات الدولة بيه. الدولة ايه؟ مصدره التغير في واردات الدولة ايه؟ طيب يبقى التغير في واردات الدولة ايه هو نفسه التغير في صادرات الدولة بي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه التغير في واردات الدولة بي؟ عبارة عن الميل الحادي للواردات. التغير في واردات الدولة ايه؟ التغير في واردات الدولة ايه؟ عبارة عن الميل الحادي للواردات في الدولة ايه في التغير اللي حصل في داخل الدولة ايه. تمام؟ يبقى الكلام ده هيساوي ام ايه ب15 من 100 في كام؟ في دلتا واي ايه التغير في داخل الدولة ايه اللي هو كام؟ اللي هو 2500. يبقى ادي 2500. لما نيجي نحسب الحسبة دي كده هنجد ادي 15 من 100 في 2500 اللي هي بتساوي 375. يبقى خدوا بالكم بقى 375 دي عبارة عن ايه؟ التغير في واردات الدولة ايه اللي هي نفسها التغير في صادرات الدولة بي. انا قلت لكم ان مضاعف الصادرات في الدولة بي اللي هو دلتا واي بي على دلتا اكس بي بتساوي ايه؟ 1/1 ناقص بي بي زائد ام بي. كويس؟ طيب الكلام ده نيجي نترجمه كده يبقى دلتا واي بي على دلتا اكس بي. دلتا اكس بي اللي هي بتساوي 375 بتساوي 1/1 ناقص بي بي ب8 زائد ام بي ب3. ده لما نحج نحسبها اللي بيساوي 2، وبناء عليه التغير في داخل الدولة بي بيساوي 2 في 375 يعني بيساوي 750. كويس جدا. ده تغير، ها التغير اللي هيحصل في داخل الدولة بي. التغير اللي هيحصل في داخل الدولة بي هو داخل الدولة بي اصلا عند التوازن المبدئي كان كام؟ كان بيساوي 2000. تمام. وتغير بكام دلوقتي؟ وتغير ب 750. يبقى الدخل الجديد هيبقى عباره عن 2000 زائد التغير اللي هو 750 يعني 2750. ده دخل الدوله ب بعد او الناتج عن حدوث تغير في استثمار الدوله ايه. على فكره احنا كنا ممكن نحصل على دخل الدوله ب بطريقه او بالتعويض في المعادله رقم 2 اللي فاتت اللي كنا بنحلها مع المعادله رقم 1 عشان نجيب الدخل التوازني في الدولتين. المعادله رقم 2 لو نفتكر كانت كام؟ كانت واي بي بتساوي 1100 زائد 3/10 واي اي. طب هو واي اي بكام؟ احنا لسه جايبينه بعد التغير بقى. واي اي بعد التغير في الاستثمار اللي هو واي اي بيساوي 5500. لما نيجي نعوض كده يبقى 1100 زائد 3/10 في 5500 يطلع اهو ادي 1100 زائد 3/10 في 5500 هتلاقيها بتساوي 2750. انتوا اكيد حسبتوها اسرع مني. تمام. يبقى الدخل التوازني الجديد في الدولة بي بعد تغير استثمار الدولة ايه زاد بمقدار 750 ما جعله يصبح 2750. طيب يلا بقى نعمل ايه؟ نجيب المتغيرات الاقتصادية عند الدخلين التوازنيين الجداد. المتغيرات الاقتصادية بنفس الطريقة اللي فاتت، نجيب التغيرات الاقتصادية او التغيرات اللي حدثت في الايه في
المتغيرات الاقتصادية الكلية في الدولتين A و B. تعالوا كده نشوف، هنعمل اهو، ادي الدولة A وادي الدولة B. طيب احنا حسبنا الدخل في الدولة A الجديد كام؟ 5500. طيب الاستهلاك فيها كام؟ الاستهلاك فيها هنعوض في دالة الاستهلاك ب 5500، هنلاقي الاستهلاك فيها طالع 50 50. طبعا انا هحسب او هديك النتائج على طول على اعتبار ان احنا حسبنا ووريتك طريقة الحساب بتاعتها قبل كده. طيب اس اي، قال لي اس اي هتعبر عن ايه؟ عبارة عن الواي اي ناقص السي اي. ادي الواي اي ب 5500، تشيل منه السي اي ب 50 50، هتلاقي بتساوي كام او بيساوي كام؟ 450. طيب الاستثمار فيها كان كام؟ الاستثمار اصلا كان 200 وزاد ب 400، يعني اصبح كام؟ 600. طيب الصادرات بنفس طريقة حساب، صادرات ايه؟ اللي هي واردات بي. تمام؟ لما نيجي نحسبها بقى، بدي احسبها لك. الصادرات اللي هي واردات بي اللي هي 100 زائد 3 من 10 واي بي. واي بي بكام؟ واي بي، ها؟ واي بي ما احنا لسه حاسبينه بطريقتين، ب 2750. يبقى بيساوي 100 زائد 3 من 10 في 2750. يبقى 100 زائد 3 من 10 في 2750 تديني الصادرات بتاع الدولة ايه اللي هي نفسها واردات الدولة ب 1925. طيب واردات الدولة ايه؟ واردات الدولة ايه؟ اللي هي مين؟ صادرات الدولة بي. يبقى بتساوي ايه؟ دالة الواردات بتاع الدولة ايه؟ 250 زائد 15 من 100 واي اي. واي اي الجديد اللي هو كام؟ 5500. لما نيجي 250 زائد 15 من 100 في 5500، هنلاقي طالع 1005. مين اللي طالع 1075؟ صادرات واردات الدوله بي، واردات الدوله اللي هي نفسها صادرات الدوله بي. طب تعالى نروح الناحيه الثانيه، الاستهلاك. داله الاستهلاك في الدوله ايه؟ في الدوله بي، هنبدا نعوض بيها عن الدخل بتاع الدوله بي. داله الاستهلاك في الدوله بي اللي هي كانت 100 زائد 8 من 10 واي بي، نحط اللي نعوض عن الواي بي 2750، هنلاقيه طالع 2300. 2000 وكام؟ و300. طيب الادخار بتاع الدوله بي، الادخار بتاع الدوله بي عباره عن دخل الدوله بي مطروح منه استهلاك الدوله بي. لما نيجي نطرح الاستهلاك من الدخل، يعني 2750 ناقص 2300 اللي طالع برضو 450. طبعا هنا هتلاقي ان الادخار في الدوله ايه ب 450، الادخار في الدوله بي ب 450 متساويين. هتقول لي ده في علاقه بينهم بقى؟ لا، هو ما فيش علاقه بينهم، دي بالصدفه البحته. طيب الاستثمار في الدوله بي لم يتغير وما زال 300. طيب الصادرات في الدوله بي، الصادرات في الدوله بي اهي هي نفسها الواردات بتاع الدوله اللي هي كام؟ 1075. طب واردات الدوله بي اللي هي نفسها صادرات الدوله ايه اللي هي 925. طب يا ترى الداخلين الجداد دول داخلين توازنيين ولا لا؟ داخلين توازنيين ولا لا؟ طيب نشوف، ادي الدوله ايه، ادي الدوله بي. تمام. طيب الحقن، الحقن عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع الاستثمار زائد الصادرات بتاع الدوله ايه. طيب الاستثمار كام في الدوله ايه؟ لو رجعنا للمتغيرات الاقتصاديه، الاستثمار 600، الصادرات 925. يبقى 600 زائد 925، هتلاقي مجموع عناصر الحقن بيساوي 1525. طيب يا سيدي التصرف، التصرف عبارة عن الواردات زائد الادخار. طيب الواردات والادخار، الواردات في الدولة ايه؟ 1075، والادخار 450. يبقى 1075 زائد 400، ها، وكام؟ و50، يدي المجموع 1525. يبقى مجموع عناصر التصرف بيساوي مجموع عناصر الحقن. يبقى إذن ال 5500 دول اللي هم دخل الدولة ايه؟ الدخل ده توازن. كويس، نيجي على الدولة بنفس القصة، اي بتاعتها
زائد اكس بتاعتها. طيب هي اي بتاعتها كانت كام؟ اي الاستثمار بكام؟ ب 300. طيب اكس بتاعتها بكام؟ ب 1075. يبقى 300 زائد 1075 بيساوي 1375. 1300 كام؟ 75. دي عناصر الايه؟ الحقل. طيب مجموع عناصر التصرف، عناصر التصرف الواردات زائد الادخار. الواردات بتاعتها كام؟ 925. 925. والادخار فيها كام؟ 450. نحسب كده هنلاقي عبارة عن 1375. 1375 عناصر، مجموع عناصر التصرف 1375، مجموع عناصر الحقل، يبقى مجموع عناصر الحقل بتساوي مجموع عناصر التصرف، يبقى الدخل بتاع الدولة بي اللي هو 2750. ده دخل ايه؟ ده دخل توازني. كويس خالص. طيب في السؤال او المهم جدا بقى اللي انا عايز ادلل بيه على القاعدة بتاعت العلاقة ما بين رصيد ميزان المدفوعات في الدولتين اللي احنا كنا قلناها قبل كده، تمام؟ طيب انا عايز في الدولة ايه؟ اشوف حالة ميزان المدفوعات، وفي الدولة بي برضو عايز اشوف حالة ميزان المدفوعات. حالة ميزان المدفوعات في الدولة ايه؟ عبارة عن اكس ايه ناقص ام ايه. طيب هو اكس ايه في الدولة ايه كان كام؟ حسبناها لو رجعنا تاني للصفحة بتاعتنا اللي احنا حاسبين فيها المتغيرات الاقتصادية ايه؟ صادرات الدولة ايه؟ 925. طيب ناقص واردات الدولة ايه؟ 1075. لما نيجي نطرح كده الطرحة ده يطلع سالب 150. سالب 150 يعني معنى كده ان ميزان مدفوعات ايه في حالة عجز. عجز قدره كام؟ 150. ولما تقول عجز قدره 100، عجز قدره ما تحطش بقى الاشاره السالبه، ما تقولش عجز قدره سالب 150، لان السالب انت اوريدي قلتها لما قلت عجز، لما قلت عجز يبقى ايه؟ 150. طب تعالى نشوف الحاله المقابله. ميزان المدفوعات في الدوله بي هيساوي اكس بي ناقص ام بي. يبقى الكلام ده بيساوي فين اكس بي؟ اهي ارجع كده هنا، اكس بي بكام؟ ب 1075. يبقى 1075 ناقص ام بي بكام؟ ب 925. يطلع موجب 100 وايه؟ موجب 150. يعني ميزان الدوله، يبقى ميزان الدوله بي حقق في حاله فائض قدره 100 وايه؟ 150. يبقى ناخد بالنا بقى من القاعده، او احنا كده اكدنا القاعده اللي احنا سبق وقلناها، اللي هي وجود خلل بالعجز في احدى الدول بقيمه معينه يقابله وجود خلل بالفائض وبنفس القيمه في الدوله الايه؟ في الدوله الاخرى. يبقى اذا عجز في دوله يقابله فائض بنفس القيمه في الدوله الاخرى، فائض في دوله يقابله عجز في الدوله الاخرى بذات الايه؟ بذات القيمه. الحقيقه احنا كده بنختم مع بعض موضوع التأثير الخاص بقطاع العالم الخارجي على النشاط الاقتصادي للدولة، وورينا كل ما وريناكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع. احنا بنكتفي بكلامنا في قطاع العالم الخارجي باللي احنا عرضناه، وان شاء الله هنبدأ في المحاضرة الجديدة بعرض جديد خالص لقطاع جديد خالص، وهو قطاع العالم الايه؟ قطاع الحكومة وتدخله في النشاط الاقتصادي، وكيف يمكن أن يؤثر على مستوى الطلب الكلي، ومن ثم على مستوى الدخل الايه؟ التوازن. نتكلم فيه إن شاء الله. شكرا لكم.